أستاذة أسماء، مساء الخير يا فندم، السلام اتفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك. أهلا بيكي، مساء الخير اتفضل. عليكم. مع تعدد الزوجات، أستاذة أسماء متجوزة؟ أم متجوزة ومخلفة؟ ترضي جوزك يتجوز عليكي عشان تحلي أزمة لامرأة لا أخرى؟ طبعا مرضاش، لا طبعا مرضاش، بس أنا عايزة أقول حاجة للأستاذ اللي بيقول تعدد الزوجات، عايزة أقول له يعني طب حلي مشاكل الشباب اللي إحنا سايبينهم، لا عارفين يكونوا بيت صح. ولا يتجوزوا عروسة واحدة، وقاعدين مرميين على القهاوي، لا لاقيين شغل ولا لاقيين يجيبوا شقق ولا حتى شقق بتاعت الشباب، ما معهمش مقدم ليها. حلي مشاكل الشباب دي وجوزهم عروسة واحدة، وبعد كده اللي يفضل من البنات اللي هو بيسميهم عوانس، حتى التسمية سيئة جدا يعني. وصلت يا فندم.